تتواصل التطورات في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي وربما ما بين التهوين والتعويل للهدنة التي وقعت بين الجانبين، وبالتأكيد نحن بدورنا نتناول هذه الأحداث المتصاعدة بالغة الأهمية. وثيقة الصلة بالشأن الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية في امتداد لحلقتنا من برنامج شؤون عربية ورصد لما آلت إليه هذه الأدنى الإنسانية في غزة. نبدأ حلقتنا مع حضراتكم بآخر المستجدات في هذا السياق، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة تانيا باغون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفانيا والسيد جواو كرافينتيو وزير خارجية البرتغال، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الجانبين السلوفاني والبرتغالي رحبا بالهدنة الإنسانية المعلنة بقطاع غزة، مثمنين الدور المصري القيادي استراتيجيا وسياسيا وإنسانيا على امتداد الأزمة منذ اندلاعها في السابع من الشهر الماضي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا والسيد جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الجانبين السلوفيني والبرتغالي رحبا بالهدنة الإنسانية المعلنة بقطاع غزة، مثمنين الدور المصري القيادي استراتيجيا وسياسيا وإنسانيا على امتداد الأزمة منذ اندلاعها يوم السابع من أكتوبر الماضي، والذي كلل من خلال الوساطة المشتركة بالتوصل إلى الهدنة وتبادل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، بالإضافة إلى دور مصر المقدر كذلك في إجلاء الرعايا الأجانب من القطاع. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التوافق حول ضرورة استكمال العمل لتثبيت الهدنة والبناء عليها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب ضرورة تقديم الدعم الفوري والفعال لجهود الإغاثة الإنسانية للقطاع على النحو الكافي لإعاشة أهالي غزة الذين تعرضت سبل عيشهم وأمنهم للتدمير. كما شهد اللقاء التوافق حول الرفض القاطع لتهجير أهالي غزة من أراضيهم. وقد ثمن السيد الرئيس مواقف دولتي البرتغال وسلوفينيا من النزاع، منوها إلى عضوية سلوفينيا غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2024-2025، ومؤكدا أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 من يونيو عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية على نحو يحقق العدل ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة لجميع شعوبها. أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها قررت تأجيل إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى تلتزم إسرائيل بالسماح لشاحنة المساعدات بدخول شمال قطاع غزة. كان قد تم الإعلان في وقت سابق عن إسرائيل ستفرج عن 42 معتقلا فلسطينيا، بينما ستطلق حركة حماس سراح 14 أسيرا، وذلك في ثاني أيام الهدنة بين الطرفين. ماذا بعد ثاني أيام الهدنة بين الطرفين؟ ما هي التوقعات؟ إلى أي مدى يمكن لهذه الهدنة أن تلقي بظلالها على المشهد المأساوي الذي يشهده قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر الماضي؟ والمزيد من المحاور وثيقة الصلة وبصحبة الأستاذ العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي بالأهرام والمتخصص في الشؤون العربية. أهلا بحضرتك. أهلا بك ومشاهديك. يعني بالتأكيد معطيات ربما يعني البعض بينظر إليها بصفتها حلحلة ولو على الأقل نسبية، يعني بعد ما آلت إليه الأوضاع من سوء من جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي والمتواصل في قطاع غزة، كيف تقيمون الوضع حاليا؟ بالتأكيد هي يعني كما يجمع الكثيرون هي الهدنة التي بدأت سرانها بالأمس تشكل خطوة صغيرة للغاية، محدودة للغاية، لكنها باتت ضرورية في هذه المرحلة بعد حوالي 49 يوما من التدمير والقتل المنهجي بالجملة وبالآلاف، وأيضا إصابات بالآلاف وفقد بالآلاف وتدمير تقريبا
يعني معظم البنية التحتية في قطاع غزة، 60% من منازل القطاع هدمت، وأيضا حتى مرافق الأنروا اللي هي الوكالة الأمم المتحدة التي تقوم بإغاثة اللاجئين تم تدمير معظم منشآتها، وبالتالي القطاع تعرض لهجمة شرسة، عدوان غير مسبوق يفتقر إلى كل القواعد المتفق عليها في القانون الدولي والقانون الإنساني وحتى أخلاقيات الحروب. وبالتالي كانت هذه الهدنة ضرورية حتى يمكن أن يحصل الشعب الفلسطيني في غزة على قدر من أيام من الارتياح من القتل ومن الإصابة ومن النزوح القسري الذي أجبر عليه من الشمال إلى الجنوب، ورأيناهم في مشاهد بالغة الحزن والصعوبة. وبالتالي فضلا عن هذه الهدنة، يعني من ضمنها هو الإفراج عن أسرى من الأسرى الصهاينة لدى حماس وفصائل الأخرى المقاومة، ثم الأسرى الفلسطينيين الموجودين في سجون الاحتلال. بالأمس تم الإفراج عن 39 أسير فلسطيني وأسيرة، طبعا معظمهم أطفال ونساء أو كلهم أطفال ونساء وفقا لما تم التوافق عليه فيها هذه الهدنة، ثم 13 صهيوني وبعضهم أيضا هناك يحمل جنسيات مزدوجة وبعض من جنسيات أخرى من أمريكا وتايلانديين وفلبين. وبالتالي صحيح اليوم تعطل تنفيذ الاتفاق فيما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى الصهاينة داخل غزة نتيجة إعلان نظرا لعدم التزام الجانب الإسرائيلي بإدخال الشاحنات، وفيما يتعلق بإدخال الشاحنات هناك إشكالية كبرى. مصر تبذل جهدا كبيرا في إدخال الشاحنات، ودول كثيرة تقوم بإرسال كميات كبيرة من المؤن الغذائية والطبية والوقود وغيرها، ولكن الكيان الصهيوني أو الجيش الاحتلال مصر على أن يقوم بتفتيش كل شاحنة تدخل قطاع غزة عن طريق أنها تدخل معبر رفح ثم تنتقل معبر اسمه معبر العوجة، وهو معبر يخضع للسيطرة الصهيونية بالكامل، وبالتالي هي تقوم بتفتيش وتعطل وصول هذه الامدادات. هي تخشى من وصول، لأن من ضمن الاتفاق أن يتم إرسال كميات كبيرة من الوقود والغاز لتلبية احتياجات تشغيل الموردات الكهربية والطاقة والمستشفيات وغيرها، والكيان أو جيش الاحتلال يخشى أن تصل هذه المواد، مواد الطاقة والوقود إلى حماس لتستغلها كما يزعم في إعادة ترتيب أوراقها. وبالتالي هو الذي يعطل هذه الهدنة ليس حماس، ولكن حماس جاء فعلها رد فعل لما يقوم به الجانب على يقومك. يعني على ذكر يعني هذه العرقلة الإسرائيلية، يعني ربما أيضا يعني يكون هناك تعثر في صفقة تبادل الأسرى، يعني لما عملت به إسرائيل من منطق الأقدامية في إطلاقها لصراح بعض الأسرى من الجانب الفلسطيني. ربما يكون ذلك أيضا أحد الأسباب التي دفعت حماس إلى تأجيل يعني إطلاق سراح الأسرى من الكيان الصهيوني لديه ومن جنسيات أخرى. وفي تقدير الكيان يحاول أن يعرقل هذه الصفقة رغم أنه أقرها من كافة مؤسساته السياسية اللي هو ما يسمى بالمجلس الوزاري والحكومة الطوارئ، حكومة تدير الحرب، ومجلس الوزراء الكامل التي يرأسه نتنياهو. هي إسرائيل يعني كالمعتاد، يعني هذا نمط سلوكي، طريقة تعطيها في اتفاق السبت، ونحن خبرنا ذلك يعني القارئ للتاريخ. كل الحروب التي شنها الكيان الصهيوني على غزة يتم التواصل إلى بجهود مصرية وربما بجهود عربية كما حدث في هذه المرحلة من قطر، ولكن الكيان سرعان ما يتراجع عن التزام بمحددات هذه الاتفاقات. هذا هو شأن الكيان، نمطه السلوكي. إلى أي مدى يمكن لما يجري حاليا أن يضعف من فعالية هذه الهدنة؟ هذا جانب، وجانب آخر يعني هل يعني هناك علاقة بين تأثير هذه الهدنة وبين إبطال سيناريو التهجير الإسرائيلي القسري للفلسطينيين، أم أن إسرائيل ماضية قدما في هذه الجزئية؟ لا، فيما يتعلق بسيناريو التهجير، نتيجة صلابة الموقف المصري المدعوم عربيا والذي حظي فيما بعد، في البداية كان هناك دعم أمريكي أوروبي لمخاطرة التهجير القسري من غزة إلى سيناء،
كان ذلك واضحا، ورأينا ربما تابع الكثيرون المخطط أو الخطة التي أعدها جهاز الاستخبارات وضع فيها الخيار الأفضل لسكان غزة هو التهجير إلى سيناء. هذه واضحة ونشرت، يعني ليست في حاجة إلى يعني باتت أمورا بديهية. فيما بعد أن تواصلت مصر مع الأطراف الدولية المؤثرة بما فيها أمريكا وأوروبا، حدث تراجع في مواقف هذه الدول، وأعلن بايدن وغيره من قادة أوروبا أنهم يرفضون التهجير القسري. لكن هذا الرفض جاء نتيجة صلابة الموقف المصري وأيضا صلابة الموقف الفلسطيني. سكان غزة رفضوا أن يتم إجبارهم على التهجير إلى سيناء أو أي منطقة أخرى، لأنهم قالوا أنهم متمسكون بالوطن وبأرضهم. هذان الموقفان المصري والعربي مضموم عربيا والمساند دوليا فضلا عن الموقف الفلسطيني هو الذي أدى إلى تراجع إسرائيل في هذه المرحلة عن خيار التهجير القسري إلى سيناء. وأيضا كانت سوف دفعت الضفة الغربية إلى الاشتعال بالتزامن مع العدوان على غزة، حتى أيضا تهيئ الأجواء لدفع الفلسطيني الضفة إلى الهجرة إلى الأردن، وبالتالي يتحقق ما يسعى إليه الكيان منذ سنوات طويلة، منذ أن تم إنشاؤه على جماجم الفلسطينيين في 1948، يسعى إلى إنشاء وطن بديل للفلسطينيين، ومعنى ذلك أن يتم تهجير الفلسطينيين من وطنهم وأرضهم للأبد، وبالتالي تكون فلسطين كاملة من النهر إلى البحر للكيان الصهيوني. وهذا مرفوض فلسطينيا وعربيا على وجه الإطلاق. وأظن أن لكن إسرائيل هل هي أرجأت لحين إشعار آخر هذا التهجير القسري أرجأ. وهل في ذلك استجابة يعني لما يمكن أن نسميه الضغط الدولي، وإن كان يعني كان لا يرقى يعني منذ بدء هذا التصاعد في الأحداث إلى حجم ما نراه من هوان في قطاع غزة، أم أن إسرائيل أجهزت بالفعل على قطاع غزة ونجحت في جعله مكانا غير قابل للحياة بالنظر إلى أن المؤسسات تكاد لا تعمل؟ يعني لا، دعيني أشير إلى عدة نقاط في هذا الموضوع أو في هذا الشأن. أولا، إسرائيل أدلت قرار التهجير القسري سواء إلى سيناء أو الأردن، لأن أنا أود أن أشير إلى حقيقة تاريخية كشفت عنها البي بي سي البريطانية قبل أيام. قالت أن مخطط التهجير القسري إلى سيناء وإلى الأردن موضوع تحديدا منذ 50 سنة أو 52 سنة بالدقة، على وجه الدقة. يعني هذا المخطط في الذهنية الصهيونية حاضر وهم ينتظرون الفرصة، ولكن عندما تنتهي الفرصة ثم يفاجأوا بمتغيرات تعرقل هذا التهجير ينحنون للعاصفة إن صح التعبير، ويؤدون الفكرة إلى مرحلة أخرى. الكيان الصهيوني بطبيعته كيان مؤسس على المكون العدواني، يعني هو عدواني بطبيعته بسكانه بقياداته بأحزابه بكل ما فيه، وبالتالي هم يترقبون اللحظة تلو اللحظة للقيام بكل خطواتهم العدوانية بما فيها التهجير القسري. سيظل الحلم الصهيوني بإقامة وطن لهم من النيل الفرات قائما لن يتغير، لأن هذا حلم وضع منذ أكثر من 150 عاما تقريبا منذ نشأة الحركة الصهيونية في الغرب. وبالتالي هذا أمر بالغ، لكن المتغيرات الدولية التي أشرت إليها، الموقف المصري ثم المساندة الدولية للموقف المصري، جعل الكيان يتراجع. هذا جانب. فيما يتعلق بمسألة الهدنة وتأثيرها على مسار الأحداث وعلى وكذلك وضع في غزة. غزة بالفعل تم تدمير يعني مساحة كبيرة منها، أحياء بالكامل أبيدت. صحيح. يعني عندما توجه بعض السكان بالأمس بعد أن هدنا إلى أماكنهم، ظهر أنها لم تكن يعني فوق بواقع مريض. صحيح. والمستشفيات غالبيتها متوقفة عن الخدمة، والقليل منها بشكل جزئي خارج عن الخدمة من 35 مستشفى. لكن رغم ذلك هناك إصرار من سكان غزة، ودعيني أحيي صمودهم البطولي والمفكر السياسي الكبير الدكتور أحمد مفكرنا السياسي، أحد كبار مفكرنا السياسيين في مصر، كتب مقال في الأهرام
سأذكر اسمه لأن واحد من أهم المفكرين في مصر والعالم العربي تكلم عن أسرار صمود الشعب الفلسطيني في غزة وحتى في الضفة، صامدون منذ 75 عاما في هذا الوطن ورغم كل العدوانية الشرسة. وبالتالي هذا الصمود سيعرقل أي أهداف للكيان الصهيوني. لاحظي أن نتنياهو منذ اليوم الأول لعدوان على غزة بعد عملية طوفان الأقصى أعلن أن أهدافه في غزة تتمثل في محو وجود حماس والقضاء عليها، ثم تحرير ما يطلق عليه الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين. الدكتور سأذكره أحمد، الدكتور أحمد يوسف، وهو أستاذ علوم سياسية في جامعة القاهرة وكان مدير مركز الدراسات العربية التابع للجامعة العربية. وبالتالي ده واحد من أهم المفكرين السياسيين، كتب مقال في الأهرام قبل يومين تحدث فيه عن هذا الصمود وسيواصل هذا الحديث خلال الأسبوع المقبل. أعود إلى أن صمود شعب فلسطين في غزة يعني دفع الكيان الصهيوني إلى أنه لا يشعر بأي قيمة لأهدافه، لم تحقق أي أهداف. الأهداف تحققت متى؟ هو تحرير أولا القضاء على حماس، هذا مستحيل، بالغ الاستحالة. ثانيا لم يحرر ما يطلق عليه الرهائن الصهاينة بالحرب، ولم يعثر على رهائن داخل غزة خلال كما ذكرت أكثر من 48 يوما على أي رهين إلا في المستشفى. كان وبحق صمود فولاذي أمام العدوان الإسرائيلي. هاشم اسمح لي يعني نتابع الحديث ولكن لنتعرف سريعا على مجريات وانعكاسات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في التقرير التالي، ونعود لحضرتكم للمزيد من المتابعة والتحليل. مع بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة يتطلع العالم إلى أن تصمد الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لتكسر حدة الهمجية والانتقام والعدوان، وتتجه الأمور إلى مرحلة جديدة من التهدئة. حالة الهدنة التي بدأت صباح الجمعة ولمدة 4 أيام يأمل منها كثيرون أن تفتح أبواب الأمل أمام الشعب الفلسطيني الذي يعاني ويلات احتلال أرضه منذ عقود طويلة وتعرضه آنيا لمؤامرات لإضافة نكبة جديدة له، خفف منها وقوف مصر معه وهجد المجتمع الدولي سياسيا لعدم التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم مرة أخرى والحفاظ على ما تبقى لهم من أراض الذي لا يتجاوز 21% من فلسطين التاريخية. وتجري اتصالات مصرية مكثفة حاليا مع كل الأطراف لتمديد فترة الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمدة يوم أو يومين إضافيين، ما يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ويرى مراقبون أن حرب 7 أكتوبر 2023 هي نقطة تحول في القضية الفلسطينية تفرض على المتطرفين في إسرائيل إدراك أنهم في حاجة إلى قيام دولة، وأن فكرة استيلائهم على الأراضي الفلسطينية فكرة غير عقلية، ما يستوجب جلوس كل الأطراف على طاولة المباحثات السياسية بوعي بضرورة قيام الدولة الفلسطينية. ويرى آخرون أن التعنت الإسرائيلي والتوغل الاستيطاني في أراضي الضفة الغربية فضلا عن قيادة اليمين المتطرف للحكومة الإسرائيلية وإصرار المجتمع الدولي على تجاهل حقوق الفلسطينيين وإسقاطهم من المعادلة هو ما أدى إلى الانفجار العنيف في 7 أكتوبر الماضي. يعني ربما كما وافتنا الأخبار بتوجه سيارات الإسعاف المصرية إلى معبر رفح، ويعني ربما يعني هذه الجهازية تقرأ في سياق قرب أن يعني يطلق سراح الأسرى الفلسطينيين ومن الجانبين، ويعني ربما يعني كما قلنا في وقت سابق يعني يؤمل أن يدوم أمد هذه الهدنة قليلا حتى يفسح المجال على الأقل للمساعدات الإنسانية وحتى يكون هناك يعني استراحة أو فرصة لالتقاط الأنفاس وإسعاف من هم في حالة حرجة من الأشقاء الفلسطينيين. أعود بالحديث للأستاذ العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي بالأهرام والمتخصص في شؤون العربية. يعني إلى أي مدى تعولون يعني على ما نتابعه من تحركات على المعبر وتوجه من سيارات الصليب الأحمر وما إلى ذلك؟ يعني هل يمكن القول يعني أنه تم احتواء يعني بعض العقبات؟ أنا معلوماتي التي انتابت هذا الملف، معلوماتي قبل أن يعني
أدخل للاستوديو كانت أن هناك جهود مصرية مكثفة تبذل لإنهاء هذه المشكلة الخاصة بتأجيل إطلاق سراح الأسرى الصهاينة والأجانب. وأظن أن إرسال سيارات الإسعاف إلى المعبر مؤشر على نجاح هذه الجهود، وقد تنتهي يعني هذه الإشكالية خلال يعني قبل منتصف الليل بإذن الله، لأن الكيان الصيني هدد بأن إن لم يتم إطلاق سراح الأسرى قبل منتصف الليل سوف يعاود الحرب وعدوانه على غزة. حماس وغيرها لا، بعد انقضاء الهدنة يعني ما الذي تنتوي إسرائيل؟ ما سياستها ربما القادمة يعني أو جولتها القادمة في حربها على نتنياهو؟ وزير دفاعه كان واضحين ومختلف القيادات العسكرية هناك أن فور انتهاء الهدنة سيتم بك غزة من جديد بكل أشكال القصف جوا وبرا وبحرا بالمدفعية، والدبابات موجودة. الكيان الصهيوني وجيشه الاحتلالي يحتل 40% من غزة الآن في الشمال، ومنتشرون في كل يعني في كل هذه المنطقة، ولديهم الطائرات. يعني اليوم حتى رغم الهدنة كانت حلقت طائرات فوق غزة، رغم أن أحد بنود الهدنة ألا تحلق طائرات فوق غزة لكنها حلقت، هما يعني كما ذكرت واخترقوا حتى يعني قاموا بإجراء بعدة اختراقات للهدنة في غزة، قاموا بقتل مواطنين حاولوا الذهاب إلى بيوتهم وقتلوهم بالفعل بدم بارد. بحساب المكسب والخسارة، من الرابح من هذه الهدنة أستاذ عزب؟ الرابح هو الشعب الفلسطيني والمقاومة، الخاسر الأكبر هو نتنياهو وحكومته وجيشه الاحتلالي، بالرغم من كل ما جرى من دمار وكل ما جرى من قتل. ولاحظ أن البعض هنا، ودعيني أشيل هذه الإشكالية، البعض وللأسف هناك كتاب عرب ومصريون للأسف يلقون باللائمة على حماس أنها قامت بشن 7 أكتوبر مدينة 7 أكتوبر بإطلاق عملية طوفان الأقصى وتسببت في هذا العدوان، لكنهم لا يدركون أن حماس حركة مقاومة، وأن الكيان الصهيوني ليس دولة بالمعنى الحقيقي، دولة تعرضت لعدوان من طرف آخر، هي كيان محتل الأرض. ما الذي يمكن يفعله الشعب الذي يتعرض للاحتلال مقابل الدولة تقوم بالاحتلال؟ هل يظل ساكتا؟ المطاطية في مصطلح الإرهاب من الأساس، والمدنيين والأسرة يعني ازدواجية المعايير يعني تحدث في أقبح صورها هذه المرة. بالتأكيد رأينا للأسف خرجت هذه المصطلحات وهذا الموقف اللا أخلاقي من قبل الدول الغربية ورأسها الإدارة الأمريكية وبايدن تحديدا، وكل رؤساء الغرب تدفقوا على مقابلة نتنياهو في الأيام الأولى للعدوان، وكأن حماس روسيا، يعني تعاملوا مع إسرائيل باعتبارها أوكرانيا وحماس باعتبارها روسيا. لاحظ أنه فور العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تدفق القادة الغربيون على أوكرانيا ووزراء الخارجية، وقاموا بإرسال الأسلحة والدعم لحكومة كييف مقابل روسيا، وليس دولة كبرى. لكن هل يجوز أن يتم تكرار السيناريو مع حماس؟ كيل بمكيالين بشكل صحيح. حماس بضعة آلاف مقاتلين وقاموا بعملية هي بالفعل وفق المعايير الاستراتيجية عملية غير عادية استثنائية في الفعل المقاومة، هي عملية مقاومة وعملية مقاومة استثنائية، لكنها قاموا ردا على كل ما فعله الكيان الصهيوني في الضفة الغربية وقتلا وتدميرا في الضفة الغربية واقتحام مسجد الأقصى ومحاولة إزالة الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وتهويد القدس وغيرها، وبالتالي كان يجب أن يتم رد على ذلك. وهم قالوا يعني البيان الأول لمحمد بوضياف قائد الجناح العسكري لحماس قال أنا رد على كل الأعمال العدوانية في الضفة الغربية وضد الأقصى وضد الشعب الفلسطيني في جنين كم مرة عدوانات وقتل الإعدام بالجملة في الميدان للفلسطينيين بلا رحمة. ثم ما الذي يمكن نفعله؟ أن نسكت؟ يسكت المقاومون؟ لا يمكن. هل تعولون على بعض التعاطف الذي يبديه بعض القادة الغربيين في الأيام الأخيرة؟ يعني المسيرات
الأوروبية وربما الإسرائيلية المنددة بالانتهاكات الإسرائيلية الصارخة في قطاع غزة والمطالبين بأهمية أن تتوقف إسرائيل فورا عن عملها الوحشية؟ للأسف في يعني هذه الدول لا تأخذ في اعتبارها برأي الرأي العام. يعني بدليل أن المظاهرات انطلقت منذ الأيام الأولى للعدوان وما برز من خلاله من حجم الدمار الشامل الذي رأيناه، ولكن هناك منهجية داخل الدول الغربية وداخل أمريكا بالذات أنهم مع الكيان الصهيوني على طول الخط. يعني أنا غير مقتنع أن رئيسا بحجم رئيس أمريكا هو بايدن يتكلم في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس بعد اتفاق هدنة أنه يعني يؤيد نتنياهو في ضربه لحماس وإقصائها ومحوه من الوجود، ولكنه يتفاعل مع هذه الهدنة ويقول أنها بداية، يتكلم بكلام ناعم عن نتنياهو وتكلم بشراسة عن حماس، وكل القادة الغربيين يتكلمون عن حماس باعتبارها قامت بفعل إرهابي. هذا ليس فعل إرهابيا، هم هنا لا يفهمون الفرق بين الفعل الإرهابي وفعل المقاومة. هل تعطي إسرائيل الفلسطينيين فرصة حقيقية لالتقاط الأنفاس، أم أن إسرائيل مجرد اختارت أن تستجيب لأقل المطالبات الأرضية المطالبات، يعني آخر بند في المطالبات؟ يعني هو لازم ندرك أن هناك ضغطا داخليا على حكومة نتنياهو لأن يتجاوب مع أهالي وعائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس الذين طلبوا بإفراج عنهم وأن تبرز الحكومة ووقف العمليات. هم انتقدوا العمليات لأنها تعطل إطلاق سراح أبنائهم، وبالتالي كان ذلك ضغط. حتى أيضا نكون يعني موضوعيين، كان هناك أيضا نوع من لا أقول ضغط ولكن هناك نوع من المناشدة الأمريكية فيما يتعلق بفعل التواصل المصري مع الإدارة الأمريكية، ثم يعني حجم ربما ما شاهدوه من 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 هذه القبضة العدوانية في غزة. نعم. التي أفرزت شيئا غير مسبوق في التاريخ، وبالتالي يعني هم تجاوب نتنياهو مع هذا الطرح، ولكنه أنا في تقديري الشخصي هو لم يحقق أيضا أهدافه في حماة في غزة، فلجأ إلى أن أفضل أسلوب لإعادة المحتجزين هو التفاوض مع حماس. يعني هو يقول أنا سوف أدمر حماس. طب تدمرها مع من تتفاوض لإطلاق سراح رهائنك أو محتجزيك داخل غزة؟ هذا تناقض في المنظور السياسي الغربي والصهيوني، وبالتالي ما جرى هو نجاح للمقاومة، نجاح لصمود الشعب الفلسطيني، وإجبار نتنياهو على الانخراط في هذه العملية التفاوضية على الأقل حتى لو مرحليا، ولو أقدم مرة أخرى على العدوان بهذه الشراسة سوف يتعرض. هو لاحظ أن الجيش الإسرائيلي الذي الجيش الصهيوني الذي ذهب إلى غزة كان يتوقع ألا يتم أن يدخل غزة بسلاسة وبدون أي مقاومة، فوجئ بالمقاومة ورأينا كيف كان يقتل الجنود في مدرعاتهم ودباباتهم. يعني في يعني قبل الهدنة قتل داخل غزة أكثر من 68 جندي وضابط صهيوني في حوالي يعني العملية البرية لها 3 أسابيع، غير ما قتل أثناء العملية طوفان الأقصى. وبالتالي هناك أيضا هناك خسارة للكيان الصهيوني من ضباط وجنوده، بل بعضهم قادة كبار قتلوا في غزة، ورأينا حتى جنودا أمريكيين قتلوا في أول أيام عندما ذهبوا إلى غزة في محاولة للقيام بعملية استطلاعية لمعرفة أماكن. لكن إسرائيل لافت أنها تبدي استياء شديدا عندما يسلط الضوء على يعني هذه الانتصارات التي يحققها الفلسطينيون، على الرغم من الفجوة الشاسعة يعني بين المقدرات العسكرية لكلا الجانبين، وتبدي استياء شديدا أيضا عندما يكون هناك حد أدنى من رد الفعل الغربية المندد بما تقوم به إسرائيل، والذي يربط بين ما يحدث الآن حتى وإن كان في تحميل المسؤولية للجانب الفلسطيني ربطه بما لقاه الفلسطينيون من هوان على مدار تاريخ القضية الفلسطينية من الجرائم الإسرائيلية المتكررة. رأينا في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس بين رئيسي وزراء بلجيكا وأسبانيا مع رئيس الفتح السيسي. نعم. تكلم رئيس وزراء بلجيكا وأسبانيا عن آرائهم. رئيس وزراء بلجيكا قال بوضوح نحن ندين حماس، ندين عملية حماس في طوفان الأقصى، لكنه تكلم بحدة عن ردة الفعل الصهيونية في غزة
التي أثمرت أفرزت هذا الدمار. إسرائيل استدعت السفراء فورا، قامت باستدعاء السفير وقامت لا تقبل، يعني هي تقتل لا ترغب في أن أحد يوقفها عن هذا القتل، لأنها مدعومة أولا من 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 حليفة الاستراتيجي الرئيسي بأمريكا. ولكن أنا لاحظت اليوم أنطونيو غوتيريش أيضا لم يسلم من الانتقادات الإسرائيلية عندما أيضا أدى رجل كان ملمح صغير أنه أيضا أدان حماس، لكنه صحيح. ألقى باللائمة، قال ردة الفعل أهل حماس لا تستوجب القيام بما جرى في غزة. نعم. هم يريدون العالم أن يكون جريمة، وحاولوا تسويق روايات وسرديات كاذبة عما يجري في غزة وعما جرى حتى في طوفان الأقصى، وبعدين ثبت بالأدلة من داخل الكيان الصهيوني أن من قتل من الجنود المدنيين داخل مستوطنات غلاف غزة وقواعد غزة كانوا أيضا قتلوا بالطيران الصهيوني. هذه حقيقة. متى تترجم الأقوال إلى مواقف فعلية ضاغطة على إسرائيل؟ في هذه المرحلة لن تترجم الأقوال إلى مواقف ضاغطة، لأن معظم المواقف ما زالت تساند الجانب الصهيوني للأسف. وهم هناك تحول نسبي نحو البعد الإنساني، لكن المشكلة في غزة وفي فلسطين لا تكمن في البعد الإنساني أو البعد، تكمن أنها مشكلة سياسية. ومن هنا نرى تركيز القيادة السياسية المصرية على أنه لا بد من البدء الآن في بوارة أفق سياسي جديد. وتحدث عن مجموعة آليات، تكلم عن أن أول خطة في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في الأمم المتحدة، لأن حل الدولتين رغم أنه مهم لكنه يبدو أنه أجهد من قبل الكيان الصهيوني والدول الغربية، رغم أنها متمسكة به في خطابها السياسي. حتى بايدن تكلم بالأمس عن حل الدولتين لكنه لا يأخذ أي خطوة فعلية. يعني بايدن منذ قبل انتخابه منذ 4 سنوات تقريبا وحتى هذه اللحظة يتكلم عن حل الدولتين، لكنه لم يقترب خطوة واحدة من هذا الحل. كان بإمكانه يتجنب كل هذا الذي جرى في الأونة الأخيرة لو دفع أقنع حليفه الاستراتيجي الكيان الصهيوني بإحداث مقاربة نحو حل الدولتين، لكنه لم يفعل. الورقة الاقتصادية أستاذ عزب لن تطرح أبدا كعامل ضغط على الجانب الإسرائيلي، يعني هي ليها تأثير، لكنه هو يعني كما وفقا لمتابعاته في هذا الشأن بالذات الكيان الصهيوني حجم أو المقدر أن يخسر ما يعادل 240 شيكل مليار شيكل في هذه المعركة أو في هذا العدوان. لكنه مدعوم من الكونغرس الأمريكي بطلب من بايدن قدم له 14 مليار دولار. إذن هو خسر عندما تم استدعاء 360 ألف جندي مدني للالتحاق بالجيش الاحتلال، وهؤلاء معظمهم يعملون في قطاعات صناعية وتكنولوجية وخدمية وغيرها، وبالتالي تأثر هذه القطاعات، تأثر قطاع السياحة، تأثر قطاع الطيران. التصنيف الدولي للاقتصاد الصهيوني أصبح في يعني متدني كل ذلك، لكنه هو يعتمد بالدرجة الأولى على من يقدم له الإسناد اقتصاديا، 14 مليار من الإدارة الأمريكية، ثم إسناد عسكري ولوجستي، رأينا حاملات طائرات وغواصات نووية تأتي المنطقة لتكون جهاز للدفاع عن الكيان لو تعرض لأي عملية من خارج المنطقة، ويقصدون بذلك إيران وربما حزب الله لو كثف هجماته على الكيان. ثم الدول الغربية الأخرى قدمت، ولاحظ أن القنابل الفوسفورية والقنابل المضيئة تستخدم والقنابل التي يتم بها تم بها تدمير قطاع غزة هي كلها جاءت يعني في هذه الفترة من المخازن أسلحة في أمريكا، والأسف من بعض القواعد الأمريكية في المنطقة وفي أوروبا. إذن نحن أمام معادلة شديدة الوقت على الشعب الفلسطيني، كيان مدعوم غربيا بكل معنى الإسناد، والذي يواجه هذا الكيان وحده هو الشعب الفلسطيني عبر فصائل المقاومة تتزعم حماس. معادلة بلغت الصعوبة بالفعل تلك التي نشهدها في الوقت الراهن، يعني يؤمل أن يكون هناك يعني نقطة تحول حقيقية بصيص من الضوء في هذا النفق المظلم الذي تمر به القضية الفلسطينية للأسف. أشكرك جزيل شكر الأستاذ العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي بالأهرام والمتخصص في شؤون العرب، شرفتني يا فندم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام أشكر لكم حسن المتابعة، وفقرتنا ومتابعتنا الإخبارية تتواصل معكم على شاشة قناة النيل الأخبار، كونوا معنا.